وللحديث أكثر عن تردي أوضاع النازحين في المخيمات وإقرار الحكومة توزيعها مواد غذائية فاسدة على النازحين، تنضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المحامية والناشطة الحقوقية وسن الدليمي. حياكم الله أستاذة وسن. حياك الله أستاذي، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذة وسن. بداية، ما الذي يعنيه أن تقر السلطات الحكومية في العراق بتوزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في مخيمات النزوح بكردستان العراق؟ نعم، حقيقة من المعروف أنه ملف النازحين بالعراق هو من الملفات اللي نطلق عليها اسم الملفات التجارية السياسية اللي تستخدمها الأحزاب السلطوية كمادة إعلامية وسياسية للضغط في الصفقات السياسية وما يحدث في المخيمات من انتهاكات واضحة وصارخة في مجال حقوق الإنسان. هاي الحادثة ليست الأولى من نوعها طبعا ولن تكون الأخيرة. كشف هذا الملف من جملة ما تقوم به الحكومة من منهاج محاربة الفساد كما يقال، لهذا أصبحت مادة إعلامية أولا وسياسية ثانيا أن الحكومة تعمل بجدية لمحاربة الفساد. طيب، المنظمات المدنية هي من وثقت كما تعلمين توزيع هذه المواد الغذائية الفاسدة. برأيك لو لم توثق هذه المنظمات الحدث، هل كانت الحكومة ستقر من نفسها بتوزيع المواد الغذائية الفاسدة؟ طبعا مثل ما معروف أنه وزارة الهجرة والمهجرين هي المسؤول الأول عن ملف النازحين، يقع على عاتقها مراقبة عمل هذه اللجان المشرفة والمسؤولة عن عمل هذه المخيمات. أي خلل أو تقصير يفترض أنه تخضع هذه الجهات للمحاسبة. بالتأكيد يعني لو لم تقم المنظمات بكشف هذه الخروقات لما أعلن عنها بالأساس. إذا نعود إلى أنه ملف النازحين هو من الملفات التجارية والسياسية، فما يعود على تجار هذه الملفات هو من المليارات. التمسك بهذا الملف والإبقاء على ملف النازحين مستمر وما راح ينتهي نهائيا. كل هذه السنوات هو من الصفقات الرابحة 100% لهذه الجهات المتنفذة والموغلة بالفساد يعني في الحكومة العراقية. نعم، يعني الحكومة أقرت بتوزيع هذه المواد بأريحية، ولكن هل أو ألا تمثل هذه الحادثة جريمة يجب محاسبة المسؤول عنها؟ هل يمكن التعويل على محاسبة حقيقية للمسؤولين؟ يعني بالتأكيد هي جريمة ويعاقب عليها القانون وفق المادة العاشرة ثانيا من قانون حماية المستهلك رقم 1 سنة 2010، إضافة أنه جريمة فساد كبرى بحق أرواح المواطنين هاي الفئة من النازحين. لكن يا أستاذ، ممكن أن نقول أليست هذه الحادثة هي صفقة من صفقات الفساد الجديدة اللي تضاف إلى جملة الصفقات اللي تم الكشف عنها ولم نرى حكم فيها في ظل الفوضى السياسية والاقتصادية اللي يمر بها البلد؟ هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة. هناك الكثير من العلاجات الفاسدة، كانت أغذية فاسدة، كانت صفقات مواد تبريد، ملابس، يعني تجهيزات كاملة حدث فيها فساد بهاي المخيمات. ما كانت هاي الأولى، لكن كنوع أنه هذه تخص الأغذية فهذه الأولى من نوعها التي تم الكشف عنها. نعم، يعني لربما هذه الحادثة تحيلنا إلى فتح ملف النازحين في المخيمات وأوضاعهم أيضا. كيف ترين أوضاع النازحين في المخيمات؟ هل هي في تحسن أم هي في تراجع مستمر؟ طبعا أوضاع النازحين بالمخيمات هي الأمراض والجوع والتشرد، يعني هاي الثلاثية اللي دائما تطارد النازحين بالعراق. طبعا احنا نسميها يعني تسمية ضمن عملنا بمعاناة المواسم، الصيف مع الأمراض وحرارته والأمراض اللي تكون مرافقة لهذا الموسم، مع شحة التجهيزات من خيم مجهزة بالتبريد بالمياه، كل هذه الظروف اللي عانوها خلال فترة الصيف، إضافة إلى موسم الشتاء ما يحمله من هموم التبريد والبرد والأمراض المصاحبة لهذا الموسم، مع عدم
وجود الرعاية الطبية المناسبة لحجم هذه المجموعات من النازحين. هواية من الملفات اللي يفترض أن تتوجه إلها الحكومة، لكن مع الأسف هذا الملف هو ملف سياسي بالدرجة الأولى قبل أن يكون ملف إنساني. نعم، إذن كنت ضيفتنا عبر الهاتف من أربيل، المحامية والناشطة الحقوقية وسن الدليمي، شكرا جزيلا لك.